أيمي ميار، صباح الخير جوزيف. فعلا صدقت بوصفك، أصدقاء مثل الشجر، فيهم طفيليات اللي بتتساقط عند أول موقف مثل أوراق الشجر، ومثلهم مثل الأغصان، أول ما بتتشد عليك بينكسر وبيبعد، ومثلهم فعلا مثل جذور مغروسة ما بتتأثر بتغير الظروف، بتغير ظروف المواقف، بضل معك وجنبك مهما كانت الأحوال. لذلك لازم نضع كل في مكانه الصحيح، هيدا هن اللي لازم نتمسك فيهم ونعطيهم وفيهم حقهم. مع حسن حفار، يسعد صباحك جوزيف. الاصحاب انواع، بس انا اصحابي قليل، دائما بختار الاصحاب الاوفياء لانه الوفي صار نادر بهالايام. اكثر رفيقه وفيه ومحبه عندي هي جارتي وصديقتي واختي ربيعه السروجي، بوجه لها تحيه وبتمنى لها حياه سعيده. هيفا قسيم، الاصدقاء مثل قمه الجبل، ما بيتسلقوا الا الاوفياء. يسعد صباحك يا جوزيف. سليمان يحيى عبد الكريم، صباح الخير. وداد الصبوح، صباح الخيرات. ولكل يلي شاركوا معنا عبر السوشيال ميديا بتشكر. نحن وياكم رح نروح عند الشيف محمد، سلطة فروية رائعة، عنا الدجاج بالريد صوص، وعنا كمان سلطة شو غيره صح؟ عنا الدجاج مع البندورة صح؟ شو كمان؟ شو كمان؟ عنا سلطة الأفوكا والمانجا مع التين. هيدي هي. لعندك شيف، يلا منبلش نحن وياك ومنقلع وبعد شوي منضم لألك. مشاهدينا، عملنا اول وصفه، حنحضر الوصفه الثانيه، وبيبقى عندنا وصفه السلطه مع التين والمانجا والافوكا. رح نبلش نحضر الدجاج. اخذت الفخاد مسحبه بهالشكل، رح نضيف عليها رشه الملح ورشه بهار ابيض. دائما بذكركم اذا بتحبوا الحر الزياده فينا نضيف بهار ابيض زياده. رح نعملها شيء بسيط من رشة صغيرة من الزيت نباتي و رح نضيف الفخاد. عم بعمل بنفس المقلة، حاعمل دجاج، حارجع اعمل نورة منه دغري، حقلي البصل والثوم والبندورة لناخذ نفس نكهة القلة بهالشكل. معدلها تقريبا كل جنب بده شي 4 دقايق يكون استوى. بس نسحب الفخد بتموت كل الاعصاب اللي بقلبه، مشان هيك بصير يستوي معنا بسرعه. ليكون بلش يتحمر سلقه بطاطا ولا بدون اي شيء ما حضفنا عليها، رح نحطها بمكنه ورح نضيف عليها الكريم فريش وشي بسيط اذا بدكم من الزبده وملح بهار ابيض، وفينا نحط لها اذا بدكم فرمة فليفلة حلوة ملونة. هاي بطاطا، رح نحط زبدة، معلقة زبدة، كريمة، و جوز الطيب رشة صغيرة، ملح، بهار ابيض، رح نحط لها جبنه مبروشه، ورح نخفقها كلها مع بعض. فينا هاي البطاطا صارت جاهزة، رح نشوف الدجاج. بتحسوا لزق شوي لأنه حطيناها دغري، بس إحنا بده يشيل لزق لياخذ اللون، بلش ياخذ لون. هاتركه شوي على الجنب. في نضيف شوي صغيرة من الفليفلة الحمراء الناعمة مع البطاطا. هيدي صارت، رح نحطها جاهزة فوق منها، نرجع نخفقها.
هاي البطاطا شفنا كيف صارت، ما تكون كتير رخوة ولا تكون كتير جامدة لتنسكب معنا بسهولة. نحط البطاطا بجاط، بدي بلش افرم بصل هلا لنحضر صوص البندورة. هاي البطاطا، بدنا بصل ناعم، فصل ناعمة، هذا البصل صار جاهز. هيدي الصلصة فين نستخدمها مع اللحمة، رح نقلب الفاد ومع السمك تمشي. رح نفرم حبة بندورة. البندورة إذا حابين تشيل القشرة عنا، دائما بنصح أكثر شيء إذا عم نعمل يخني أو لوبي بالذات، فبنعملها بهالشكل بالكعب، بنشيل كعب الحبة بنرجع بنعملها بهالشكل، بنحطها بمي مغلية مدة 4 دقايق تتقشر لوحدها وبنرجع بنفرمها. رح نفرمها ناعمة مثل البصل. الفخاد صاروا مستويين، هلا رح نشيلهم. رح نشيل الفخاد ونحط البصل والبندورة. هرجع اخر شيء بعد ما احضر الصلصة احطهم بقلبها يغلوا دقيقة مع بعضهم. هيدي الصلصة، رح نضيف بندورة، صوص بندورة عليها، مطحونة، حط لها ملح ورشة بهار، بهار دجاج شوي صغيرة، وبدها غلوة دغري بتصير جاهزة. رح ارجع ارجع عليها الفخاد يغلوا مع بعضهم، وبلش اسكب البطاطا كيف تتقدم. رح نضيف ونرجع يغلوا مع بعض. إذا بتحبوا بترجعوا تحطوها بصينية وتحطوها بالفرن سلماندر أو فرن حامي على درجة 200 على وجه رشة جبنة، وفينا نحن نضيف كمان إذا بدنا تطلع أكثر دسامة بنحط الجبنة معها بهالشكل. رح نسكب طبقنا هجيب البطاطا بهالشكل. إذا عندنا قرطاس فينا نستخدمه، الكيس القرطاس
تركت الجبنة على الوجه ما بدي حركها فيهم. هيدي البطاطا جاهزة وطبق صار جاهز. رح نطفي عليه بهالشكل. حطوا كل قطعة على البطاطا. إذا حدا بيفضل يعمل بديل عن البطاطا فينا نعمل معها أي صنف من أنواع سباجيتي، أو فينا نعمل معها رز أبيض كمان بتزبط. في أشخاص كتير ممكن ما يحبوا يحطوا معها اللي نحن حطينا بطاطا. بهالشكل رح نضيف على كل وحدة شوي. رح نحط بالنص خس كازيني معه. وعلى جنب فينا نحط كمان الصلصة، فينا نقدم معه بهالشكل سيارة صغيرة. فينا نرجع نضيف شوي هيك عليها كل وحدة. قلت إذا حابين تحطوها بصينية تحطوا الجبنة عليها فينا ندخلها على فرن درجة حرارة 200 مدة 4 دقايق بس تتحمر الجبنة بتكون صارت جاهزة. هيدي الصوص وهيدا الطبق الرئيسي صار جاهز. رح نطلع بريك كتير قصير وبنرجع بنكفي طبق السلطة التين مع الأفوكا مع المانجا.